قامت فرقة شرطة فضائية بأن دائرة العين الصفراء من توقيف شبكة إجرامية تقوم بالترويج والمتاجرة في المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية، حيث أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 1475 قارورة خمر من مختلف الأنواع مختلف الأحجام، كذلك سيارة نفعية تقوم وتستعمل في نقل هذه المشروبات الكحولية. تم إجراء ملف قضائي في حق المشتبهين وتقديمهم أمام العدالة، وتبقى مصالح أمنية العامة تعمل بكل مجهوداتها من أجل توفير الأمن والسلامة للمواطنين.